صباح الخير. من الأشياء الرائعة جدا الصبح إنك تشوف الغزلان. تعالوا معايا أشوفكم الغزلان في الطريق. هنا في مكان هنا بيمتاز بأنه كتير في غزلان. شكل الغزال كتير حلو سبحان الله، يعني كتير منظره جميل جدا سبحان الخالق. أعتقد هاي أنثى يمكن. تعالي، هذه جاي علي هي. تعالوا جميل جدا انك تشوف الغزلان عايشة حرة، يعني هذا الشيء شعور جميل جدا، وانه الشعب هم اللي بيحموها مش القانون فقط، يعني في المدينة الشعب هو اللي بيحميها. يعني لو الشعب شاف مثلا انا اي شخص تعرض لهم فبيمنعوا